عندما شاهدت هذا الفيديو لم أصدق أن هذا يقع في بلدي. تم تداوله منذ الأمس على وسائل الإعلام، شيء رهيب أو فظيع أو لكل الأخلاق. لم أصدق. لماذا وصلت فتياتنا إلى هذا الاستهتار؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا وصلنا كدولة ككلنا؟ لماذا؟ شيء ربما فاضية، ربما أكثر، لا أدري. لماذا؟ هل هي التربية؟ أين أمهات هذه البنات؟ لماذا؟ لماذا؟ هل هي طريقة تدريس؟ ما الحرية؟ ماذا؟ شيء لا أصدقه ولا أقدر أن أصدقه. شيء لا أقدر أن أصفه إلا بالفظيع فقط ويكفي. يا ليت يا ليت يا ليت كل أم تعتني بابنتها، يا ليت كل أم تهتم بابنتها وابنها، يا ليت مراعاة الصغيرات في السن في كل خطوة من خطواتها. شيء فظيع.